أصحاب المعاشات هيفرحوا، بشرى سارة تسعد 20 مليون مواطن بشأن مزايا قانون المعاشات الجديد، ننشر تفاصيل في الفيديو. وفي مفاجأة كبرى، عمرو أديب يناشد الحكومة، الناس مش هتحمر جوافة، عايزين رز وخضار وأي بروتين. وأهم منذ قليل، وزارة التعليم تعلن موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية. وعاجل الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم. وخبر هام لجميع المواطنين، ارتفاع سعر الدولار في البنوك، بننشر التفاصيل لحضراتكم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل لألف لايك أو أعجبني. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو، ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وأصحاب المعاشات هيفرحوا، بشرى سارة تسعد 20 مليون مواطن بشأن مزايا قانون المعاشات الجديد. يبحث الكثير من الأشخاص عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي أتاح فرصة الجمع بين المعاشين لرد الحقوق لأصحابها، وهو ما تم توافره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح يحق لخمس فئات الجمع بين المعاش والمرتب بالقانون الجديد، ولكن بشروط معينة أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، وهذا ما سنعرضه لحضراتكم. حسب ما ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون المعاشات، ووفقا لأحكام القانون في المادة 102 و104، نستعرض لحضراتكم الفئات المستثنية للجمع بين معاشين والشروط الكاملة. أول حاجة، بيحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. يحق كذلك للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو مهنتها، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بآخر. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون المعاشات الجديد، وكذلك مثله مثل الأرملة. يحق له أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. يسمح للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم، وذلك بشرط أن لا يكون قد بلغ 21 سنة، إلا لو كان عاجزا عن الكسب أو طالب علم بإحدى مراحل التعليم ولم يزاول مهنة. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد ولا يفوق الحدود. يحق أن يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة ولا يفوق الحدود. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان بالتفاصيل قانون المعاشات الجديد، هذه كانت المزايا بالتفاصيل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. في مفاجأة كبرى، عمرو أديب بيناشد الحكومة، الناس مش هتحمر جوافة، عاوزين رز وخضار وأي بروتين. قال الإعلامي عمرو أديب إن أسعار الخضروات والفواكه في ارتفاع، والناس بتصوت متسائلا الفرخة بكام النهاردة، وعشان تعمل طبخة هتكلف كام. طالب عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على MBC مصر الدولة ووزارة التموين والزراعة بأن تغطي الفجوة الموجودة في الأسواق حتى يستطيع المواطن شراء مكونات أكلة متكاملة. أضاف: بلاش عقدة ورق العنب، مش لازم ورق عنب دلوقتي. وأضاف إن الدولة وفرت لحوما بلدية في المجمعات الاستهلاكية بسعر مناسب. شدد على ضرورة أن تضخ الدولة السلع حتى يحدث توازن في الأسواق، وتابع الناس مش هتحمر جوافة، الناس عايزة رز وخضار وأي بروتين. ولفت إن الخارج بيعانوا من ارتفاع الأسعار أيضا، ولكن المواطن في الخارج بيرضى بأقل كمية، ولكن طبعا إحنا مش بنرضى بكده. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان تعليق عمرو أديب بيناشد فيه الحكومة على أن تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة بسد الفجوة الموجودة في الوقت الحالي ومحاربة جشع التجار. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر وإيه رأيكم في تصريح عمرو أديب. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأهم منذ قليل، وزارة التعليم بتعلن موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية. وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني إن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. شدد على أنه لا توجد امتحانات في شهر رمضان،
وأكد أن الدراسة مستمرة حتى إجازة العيد على أن يتم مراجعة الدروس والمناهج قبل أداء الامتحانات. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 21-22، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب الصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة. وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 21-22 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك كما ذكرنا. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الأرصاب بتحذر المواطنين من طقس اليوم. حذرت الهيئة العامة للأرصاب من انخفاض درجات الحرارة، وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع الحالي، حيث يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتوقعت الأرصاد اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية بينما ترتفع على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وحذرت الأرصاد المواطنين من الطقس ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والأرصاد تقول أنه تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 28 إما الصغرى 15، وتنخفض درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية لتكون 21 درجة خلال ساعات النهار و16 درجة ليلا. ومن المتوقع نشاط الرياح على المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ودرجات الحرارة نقولها لحضراتكم بالتفاصيل: القاهرة والوجه البحري 28-15، السواحل الشمالية العظمى 21-16، جنوب سيناء العظمى 32، الصغرى 22، شمال الصعيد 32 العظمى 14 الصغرى، جنوب الصعيد 42 العظمى 24 الصغرى. المصدر معانا كان من المصر اليوم، وهذه كانت يعني آخر أخبار الأرصاد في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبر هام لجميع المواطنين: ارتفاع سعر الدولار في البنوك. وارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، بينما انخفضت أسعار العملات الأجنبية في البنك خلال نشرة أسعار العملات. وحدث البنك الأهلي المصري أسعار العملات خلال نشرة أسعار الصرف والتحويلات، وارتفع سعر الدولار قرشين لكل من سعر الشراء، بينما ارتفع 3 قروش لكل من البيع والشراء. والدولار يواصل الارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر الشراء 18.29 جنيه والبيع 18.37 جنيه، سعر اليورو 19.82 جنيه وسعر البيع 20 جنيه، وسعر الجنيه الاسترليني 23.74 جنيه وسعر البيع 24.03 جنيه، وسعر الدولار الكندي سعر الشراء 14.49 جنيه وسعر البيع 14.61 جنيه. الدينار الكويتي سجل 57.71 جنيه وسعر البيع 60.27 جنيه. سعر الريال السعودي 4.87 جنيه وسعر البيع 4.89 جنيه. الدرهم الاماراتي سعر الشراء 4.97 جنيه وسعر البيع 5 جنيه. سعر الدينار البحريني 47.26 جنيه وسعر البيع 48.72 جنيه. الريال القطري سعر الشراء 4.68 جنيه وسعر البيع 5.03 جنيه. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.